واحد الساندويتش اللي قالت السيدة. إيه لأنها هذه طبعا نحن في البرنامج ديما كنفكوها على بعضياتنا، فالأخت وفاء اللي كطلب منكم أفكار الساندويتش الصحية ومغذية للأطفال، شنو تقترحي عليها؟ أنا كنقترح عليها شي دابا كان تبارك الله كل حدا عندها العجينة ديالها ديال لي كريب. دابا لي كريب كنعجنو مالحين. وكنشدو لك الكريب ديالنا كنحطوها. إذن هادو الساندويتش بالكريب، بالعجينة ديال الكريب. كنشدو لها هذيك الكريب ديالنا كنحطوها. كنديرو كنشدو بصيلة كنشحرناها مزيان في المقلة. كنحطوها هي لو هادي كنحطوها هكا وكنحطو البصيلة هي الوسط. إما كفتة إما طون إما اللي عندنا في الدار. اذا ديك العجينه ديك الكريبه اللي ديالك اللي طايبه كتفرشي فيها البصله مشحره. اي البصله مشحره حنا مع مليحه وليبزار وزويته ياك. اي داك الشيء العاده. ايه وكنحطو على اما او طول. اي اما كفته اما طول وكناخذ داك فرماج ساندويتش داك المربع. ايه صافي كنحطو كنطويو هذيك الكريب بحال شكل انفولوب بحال شكل جوات البرا. صافي كنحطو في الباريه البانيني نغطو عليه بالبانيني نعطيو لوليدات منو كان معجون داك الخبز بالحليب ومعجون بالبيض وداك الشيء فيه منافع ومن داك الشيء اللي فيه توا داك الساندويتش فروماج وداك الشيء كيعطي واحد المنفعه. وشنو النصيحة ديالك للمستمعات إلا بغاو يزيدوا شوية د الخضر مثلا إلا السيدة دارتهم والدراري عزيز عليهم هاد الشيء البانيني كيكون مقرمش زيدوا لهم من بعد. من الأحسن ندخلوا الوليدات الخضرة اللي ما تياكلوش بحال القريعة الصغيرة كنشربلوها حتى هي ما كتبقاش تبان واش قريعة ما كتبانش تكل لهم كتبقى تبان بحال شي كتبان مع كتبان لهم وبوارو حتى هو البوارو حتى هو رائع كيجي رائع مزيان وعرفتي راه كيجيو هادو أي حاجة بغيتي ديري فيها خضيرة غير خضيرة بوحدها بلا يجيو فيهم زوينين حتى هما. والله يعطيك الخير. أنا لالا كندير واحد البريوات لبناء الأولاد ما كيبغوش الشفلور وكنشدو كنسلقو مزيان حتى كيتسلق في وريقة سيدنا موسى واحد شوية الملحة واحد الريس تاع الثومة كنهزهم كندعكم بالفرشيط مزيان كندير فيهم واحد لابوط بواطا ديال الفرماج كنبلس وكنديرهم في البريوات وكندخلهم للفران أولا نقليهم كنعطيهم ما كيبقاش يبان الشفلور كيبان غير بحال غير الفرماج ياكلوه ما تيعرفوش اش فيه. رائعة. إذا ما هي اللي خصها تدي الخضع لولادها باش ياكلوا الخضر ديالها. وحنا كنقولوا في البرنامج الحيلة أحسن من العار. أي الحيلة أحسن من العار. هادشي اللي كاين. وتبارك الله عليك اخت عيشه منورانا دائما الله يبارك فيك. وهذه الوصفه الاخيره حتى هي رائعه البريوات اللي معمرين فقط بالشيفلور مسلوق ومقطر مزيان وبالفرماج المثلث وكتعمروا بهم هذه البريوات وغتعطوهم للاطفال ديالكم مغذيين. شكرا لك كثير اخت عيشه تحيه كبيره لك الاسره ديالك.